خلينا الجانب الروسي، واعتقد خلال يومين، خلال نهايه هذا الاسبوع يوم 9 ان شاء يوم الله باذن 9 الله الساعه 1 ظهرا ان شاء الله بيستقبل اول طياره جايه من موسكو مباشره على الغردقه. هيكون عندنا 5 رحلات اسبوعيا بصفه منتظمه ان شاء الله اعتبارا من يوم 9 اللي جاي باذن الله. نعم، احنا بنتكلم دي اول رحله تاتي مباشره من 6 سنوات من 2015. نعم. طيب هل الخمس رحلات بنتكلم على اجراءات الطلبات بتاعتهم اللي كانوا طالبينها، يعني كل التجهيزات، كافه التجهيزات معموله حضرتك؟ يمكن كانت اخر لجنه موجوده عندنا من حوالي اسبوع، والحقيقه اشادت بالاجراءات اللي موجوده في مدينه الغردقه، سواء من يعني هي خدت كل المجموعه من الفنادق المتنوعه، احنا ما قدرناهمش على اي نوع من انواع الاماكن اللي زوروها، هم دخلوا مجموعه من الفنادق المتنوعه من اول 5 ستارز ل 4 ستارز، وتفقدوا الاجراءات الاحترازيه هم بنفسهم، ايضا الاجراءات الاحترازيه داخل المطار، تفقدوا المستشفيات، تفقدوا المستشفى العام في مدينه الغردقه، والحقيقه الحمد لله الناس اشادت بكافه الاجراءات اللي موجوده على مستوى المدينه. متوقع عدد السياحه الروسيه اللي ممكن تجي لنا خلال شهر 8؟ يعني حضرتك بتتكلم على الرحله فيها كام واحد تقريبا؟ حسب حضرتك نوع الطياره، الحقيقه انا مش ملم قوي بالموضوع، لكن انا اتخيل هي طيارات كلها ايرباص، فانا يعني على حسب طبعا حموله الطياره قد ايه، لكن ده اللي هيبقى بشكل منتظم. احنا بنتكلم بعد كده ان شاء الله باذن الله لما هنبتدي نتكلم هنتكلم على الرحلات الشارتر، وده هيبقى الازيد في هذا الموضوع، ودوت اللي بيتم التعاقد عليه حاليا من خلال عدد من التور اوبريتور مع الجماعه المنظمين، مع يعني المنظمين.